اخبارك ايه؟ الحمد لله في نعمه والله يا ام مريم. لو سمحت يا دكتور، انا عندي مريم سنه ونص، سنه وسبع شهور. تمام. بتمشي يا دكتور مش على رجليها، بتمشي على طراطيف صوابعها. تمام. طب ساعات بتنزل كده على الارض وتمشي؟ بس ولا على طول؟ قوي. قليل قوي. وبرضه يا دكتور عندي ان هي ما بتاكلش، يعني منع الاكل خالص، مش راضيه تاكل. طب وايه تاني؟ وزنها كام يا ام مريم؟ وزنها كنت وهي تقريبا سنه ونص كانت 11 كيلو. وزن الولاده كام يا ام مريم؟ كان 3700. شكرا يا ام مريم لاتصالك. في حاجه ثانيه مزعلاك يا ام مريم؟ عندي يوسف برضه يا دكتور شهرين ما اتطهرش لسه. شهرين؟ ما اتطهرش. ليه؟ رحت للدكتور قال لي العضو اللي بيتطهر شابك في الكيس من تحت. طيب فلازم استنى السنة لحد ما ما يسيب الكيس، يسيب العضو. ماشي حاضر، شكرا لاتصالك يا ام مريم. ام مريم بنتها سنه ونص بتمشي على طراطيف صوابعها، بشوفها كتير قوي في العياده، طفل كده عامله زي الفراشه، تبقى وزنها قليل كده، مش تخينه ولا حاجه، وتمشي على طراطيف صوابعها، غاويه انها تمشي على طراطيف صوابعها. اهم حاجه ان انا اطمن على الوتر اللي ايه اللي موجود فوق كعب الرجل. الوتر اللي فوق كعب الرجل ده اسمه وتر اخيلس او اكيلس تندون. وتر اخيلس ده كان ليه قصه في التاريخ، كان في عملاق في التاريخ، كان نقطه ضعفه الوتر ده، لو حد قطع الوتر ده يقدر يهزم العملاق الضخم ده، لان كل بني ادم فينا ليه نقطه ضعف. اخيلس ده اللي اتعملت عليه الروايات، لان كان في عملاق في التاريخ ونقطه ضعفه في الوتر اللي تحت. ما علينا، وتر اخيلس دون ايه، لو قصير شويه ماشي، يفد يشد قدم الطفل وتخليه يمشي على طراطيف صوابعه. يبقى احنا نعمل فحص للعيل ده، نطمن ان وتر اخيلس اللي رابط الكعب من تحت ده، تحت السمانه كده، ان هو مش قصير. غالبا ده مش قصير ولا حاجه، اطفال هو مزاجهم كده، تبص تلاقيه شويه ماشي على ايه، على ايديه، على رجليه عادي، لكن في معظم الوقت ماشي على ايه، على طراطيف صوابعه، عمال ينط زي الفراشه. طالما في وقت من الاوقات يا ام مريم بتمشي على القدم كامله، يبقى ما تقلقيش، يبقى الوتر ما فيهوش حاجه، لكن هي مزاجها كده، ممكن تقعد لغايه سن سنتين، سنتين ونص، عماله ايه ماشيه زي الفراشه او زي بتوع الباليه على طراطيف صوابعها، ما فيش منها مشكله خالص، بشرط ان احنا نطمن على طول الوتر بتاع اخيلس ده، ان الوتر ده كويس ما فيهوش منه مشكله. بالنسبه للطفل اللي عنده شهرين وما اتطهرش، احنا مفروض العضو كده والكيس كده، ساعات الكيس بتاع العضو بيبقى ماسك قدام، الكيس اللي هو بتاع الخصيه بيبقى ماسك قدام كده شويه، فعلا الطفل ده لو اتطاهر بواحد مش محترف، العضو ده يخش لجوه بعد الطهاره، يبقى ايه عضو غطسان جوه كده، جوه الجلد، عشان كده لازم يتطهر دلوقتي، ما نستنيش لغايه سن سنه، لان كل ما العيل بيكبر مشاكل الطهاره بتزيد. ليه؟ العيل بيحس اكتر، بيتحرك اكتر، فمشاكل الطهاره تزيد. لا، هو يتطهر دلوقتي بس بواحد جراح اطفال كويس محترف محترم، بيعمل له عمليه تجميل كده علشان لما يتطهر العضو ما ايه ما يغطس جوه الجلد. لو كلمتيني ان شاء الله بعد الحلقه ابعتي لي رساله، وانا ارشح لك حد محترم اثق فيه يعمل لك الموضوع ده ويتعمل من دلوقتي، ما تستنيش لغايه سن سنه ولا حاجه، لان كل ما بنستنى على العيل في الطهاره مشاكل الطهاره بتزيد. العيل بيحس اكتر، بيتحرك اكتر، بيتالم اكتر، بيحس بالعضو ويحصل له مشكله نفسيه، مشكله نفسيه مع العضو اكتر، لان بيبقى بالنسبه له العضو ده مصدر الم، دي ممكن تاثر على حياته فيما بعد. فكل ما ينطهر العيال بدري يبقى افضل.